وعدة إصدارات وكتابات صحفية، بالإضافة إلى عمله في ميدان التعليم وفي مجال التعليم لفترات متفاوتة أيضا. محمد شاكر عبد الله، صباح الخير أستاذ. صباح الخير لكم، صباح الخير يا قدس، صباح الخير يا فلسطين، وصباح الخير لكل مشاهدينكم في العالم العربي. يسعد صباحك أستاذ. الله يسعد. أستاذ محمد، عملت في سلك التعليم بالإضافة إلى مجال الصحافة في جريدة القدس، ولك كتابات متعددة في سواء في التاريخ، تاريخ بلدتك بيت حنينة، وفي الآونة الأخيرة تم إصدار المجموعة القصصية الجديدة بعنوان الفراشات والخريف. لو تحدثنا باختصار عن هذه المسيرة المتفاوتة، خصوصا أنك تنقلت في أكثر من عاصمة أوروبية وعربية على مدار عمرك طبعا الطويل إن شاء الله. شكرا لك. أنا طبعا زي ما تفضلتي يعني مولود في بيت حنينة. بيت حنينة عبارة عن نموذج مصغر لفلسطين من حيث تقسيمها بين بلدية القدس، بين فلسطين الدولة إن شاء الله، وبين المستوطنات اللي أقيمت فيها. وحاليا برضو أريد أن أؤكد على المعاناة اللي بيعانوها أهل بيت حنينة، البلدة القديمة، باعتبار أنه الشارع يفصل، يعني حول بيت حنينة القديمة إلى جيتو. نعم. وأيضا فتحوا شارع جديد الأسبوع الماضي، هذا زاد في معاناة الناس. بالنسبة لي أنا شخصيا، طبعا درست في الرشيدية في الجامعة السورية، بعد ذلك اشتغلت في التعليم في فلسطين في الأردن، برضو أيضا كان لي 7 سنوات من العمل في ليبيا، رجعت للأردن. لما استقريت في الوطن في فلسطين سنة 1980 برضو عملت في التدريس، وفي نفس الوقت عملت في الصحافة في جريدة القدس. نعم. طبعا الصحافة تتيح للإنسان الفرصة لزيارات خارجية، زرت الولايات المتحدة، زرت ألمانيا عدة زيارات، وطبعا تفاعلت مع البيئة الثقافية في هذه البلدان بالإضافة لثقافتي العربية. خلال هذه الفترة كانت اهتماماتي، طبعا بعد ما رجعت هون في الصحافة، اهتمامات سياسية، كنت المحرر السياسي، أكتب حديث القدس، وكنت أكتب مقالات متنوعة. نعم. أدبية، تربوية، وغير ذلك من المجالات. اهتمامي بالأدب باعتبار أنا خريج كلية الأدب بجامعة دمشق. نعم. فبالتالي اهتماماتي بالأدب شيء طبيعي يعني.